اتحاد كرة القدم يقدم روي فيتوريا. النهارده كان المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني روي فيتوريا، والذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم لمدة 4 سنوات. ايه اللي حصل في هذا المؤتمر؟ نطلع نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اولا الف شكر للجميع، لكل الناس اللي هنا بوشتارينكا. طبعا جينا وصلنا. obrigado obrigado a toda a comunicação social. اشكر بوشتار اكي كل الهيئات اللي موجوده هنا، التصوير. Para mim é um prazer ver esta بالنسبه لي ده فخر كبير ان انا اكون موجود com esta dimensão e cheia de مع الجميل المليان بالشباب. meu primeiro dia في أول يوم ليا، وطبعا احنا ممكن نمسك ونطلع بمصر لأحسن حاجة في العالم. هنتكلم بالراحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. Para mim é uma honra e é um privilégio estar aqui. بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا، وإن أنا فخور إن أنا موجود هنا. Agradeço o convite. بشكر طبعا e sou muito grato. ان انتوا قلتوا لي ان انا لازم اجي، وانا مبسوط جدا. والسيور عازم امان، ومبسوط جدا من كابتن حازم، ومبسوط ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم. نا فورما كومو ترانسميتيو از ايدياز اي كوم بالطريقه اللي قدر يوصل لي الطريقه والرساله. دمونستو كريا كي كناش فياسمش بركا، وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نيجي هنا مصر. Estou muito grato por isso. أشكركم جدا على كده. E venho com uma enorme ambição, com a noção clara que estou à frente de um país que adora futebol. وأكبر حاجة بالنسبة لي إن ده تحدي كبير جدا، إن أنا هاجي لبلد بيحبوا جدا كرة القدم. Que respira futebol. بيتنفسوا كرة قدم. Milhões e milhões de pessoas que vão estar de olho em nós. ملايين من الناس اللي هيقدروا يدعمونا. Mas como em todos os projetos onde eu entro. بس طبعا زي كل البرامج اللي احنا بندخل فيها. Faço sempre com enorme paixão. في المشاريع دايما بنشتغل بكل ما احسن معنا. E com enorme profissionalismo. وبكل البروفيشناليتي وبكل الشفافية. Porque essa foi a imagem de marca لأن هي دي الايمج بتاعتنا او الصورة الكبيرة بتاعتنا، وهي ديت الماركة المسجلة بتاعتنا احنا ازاي مش فقط ان احنا ندرب. Tenha noção clara do que é que vamos ter nos próximos 4 anos. عندنا ميشن، عندنا طريق، الطريق دوت ظاهر ان احنا لازم نوصل لحاجة كويسة. Desafios difíceis, mas muito aliciantes. تحديات صعبة مظبوط، بس كلهم نقدر نسهلهم. E o que eu vos quero dizer para terminar esta primeira intervenção? واللي أنا عايز أقوله في آخر كلمتي. É que eu vou ser a partir de hoje, já fui antes deste momento. إني هكون من النهاردة ومن قبل كده. A partir de hoje. من النهاردة. Um egípcio no meio de vós. مصري منكم. Irei ser o primeiro que quer que venham todos atrás de mim. وهكون محتاج إن كل المصريين يكونوا ورايا. Tenho noção que para se conquistar alguma coisa na vida. أنا عندي أمل إن أنا دايما لازم أوصل لنقطة في حياتي. Nunca trabalhamos sozinhos. ما فيش حد بيقدر يشتغل لوحده. E portanto, mais do que vir aqui, uma pessoa de fora. وطبعا كشخص من برا البلد يوصل لهنا. Eu serei um de vós. هكون واحد منكم. E aquilo que pretendemos é que todos juntos. وكل اللي أنا بأمله إن احنا كلنا نكون ايد واحدة علشان نوصل للنقطة اللي احنا دايما محتاجين. بس كلنا لازم كلنا نكون مبسوطين، لازم كلنا نكون فخورين ان احنا مصريين، ان احنا بنمثل بلدنا بطريقة كويسة، بطريقة حلوة، بكواليتي كويسة. Porque é aquilo que eu acho que nós devemos fazer. لان هو دوت اللي انا اظن ان احنا لازم كلنا ايد واحدة نعمل. Obrigado pela recepção. اشكركم جدا للريسبشن الجميل.
vamos ao trabalho, que é aquilo que agora interessa. ويلا بينا نشتغل علشان نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. حياتي لكل القناه طبعا النادي الاهلي، وزي ما قلت في المؤتمر مش حازم، بس يعني انا عشان نعمل كده المجلس كله في ظهري، والمجلس كله هو اللي بيشتغل، ما فيش حاجة حد بيعملها لوحده لولا دعم الأستاذ جمال والمجلس كله بالكامل، كاس خالد براندالي وكل المجلس. بصراحة ما كنتش هنعرف نوصل للمرحلة دي، إن مرحلة صعبة من التفاوض مع مدرب كبير، فالحمد لله إن ربنا وفقنا. المهم بقى إن شاء الله نبتدي كلنا في ظهر الراجل، والمساندة ما تبقاش بس كلام، يعني المساندة أكيد هنقع في الأول وهنعمل شوية، لازم هيبقى فيها ما فيش حاجة سهلة يعني. فاحنا زي ما قلت 4 سنين دي اول مره نعملها في تاريخ يمكن مصر اعتقد، يعني بتعمل عدد 4 سنين، فعلى مهلنا معاه وان شاء الله يطور وان شاء الله يحسن وان شاء الله يزود، فده اللي نتمناه باذن الله ان شاء الله. معانا هتفرق جدا طبعا، اكبر ناديين في مصر مسكنهم مدربين كبار مع نفس الجنسيه، هتفرق جدا معاه هو انه يبتدي يتكلم، اكيد هيروح هنا وهيروح هنا وهيقعد مع الناس وهيفهم العقليه اللعيبه ازاي من المدربين الموجودين، فطبعا اكيد هتفرق بشكل كبير طبعا، يعني هيبقى غالبا مدرب مصري، لازم يبقى في الجهاز حد مصري، هو ما عندوش اي راجل، ما عندوش اي مشاكل طبعا في الحته دي، ان هو لازم يعرف ان هو عارف ان لازم يبقى معانا ناس حتى تقول له اللعيبه ازاي شكلها عامل ازاي الاتيتيود بتاعها عامل ازاي، فربنا يوفقهم ان شاء الله. شوقي كان موجود طبعا معانا واسم طبعا كبير جدا، لكن هنشوف مع المجلس كله وربنا يولي الاصلح ان شاء الله، يعني لسه برضو هنشوفه برضو الفتره الجايه، كل ده هيبقى على 1/8 لما الراجل يجي تاني او لما يبتدي بقى يشتغل شغله بجد، هيبتدي كل حاجه ان شاء الله تبان يعني. توقعات، لكن الملف ده مع كابتن محمد بركات كابتننا الكبير، وهو اللي بيعمل التقييم وهيقدم لنا ان شاء الله كل حاجه يعني في اقرب وقت باذن الله. يعني اتمنى ذلك يعني، بص يعني ما فيش حاجه في الكوره، يعني الكوره ما فيهاش 1+1=2، يعني بتعمل كل حاجه وممكن واحد يحط لك في العارضه ده يضيع الماتش كله، لكن بنجتهد وربنا يا رب يطلع مجهودنا حلو وكويس وصحيح. بركات نجم كبير جدا جدا، شخصيه قياديه وشخصيه فنيه رائعه، واتمنى ان شاء الله ان احنا انا وهو نعمل حاجه مع، ما هو زي ما قلت لك ما فيش حاجه بنعملها لوحدنا، كلنا مع الناس كلها.